بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، دعوني أتأمل معكم هذه الخاطرة الكونية. ماذا يفكر العلماء اليوم؟ ماذا يقترحون لزيادة سرعة المركبات الفضائية؟ وكيف أننا نجد إشارة لطيفة في القرآن الكريم؟ دعونا نتأمل. يقترح علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اختراع مركبة تسير بأسرع من الضوء البالغ 300 ألف كيلومتر في الثانية، ويعتمد الاختراع على طي المسافات أمام وخلف الآلة بحيث تصبح نقطة الانتهاء ملاصقة لمقدمة المركبة. طبعا هذا الاقتراح من نقطة الانطلاق إلى نقطة الانتهاء بسرعات خيالية، يعني هو اقتراح منطقي وله ما يؤيده. وربما نتذكر رحلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج إلى السماء السابعة، والتي أنكرها الملحدون بحجة أنه لا يمكن السير بأسرع من الضوء. وسبحان الله، يأتي العلم الحديث ليثبت لنا إمكانية قطع مسافات هائلة خلال زمن قصير جدا، وهذا ما حدث أثناء المعراج. لذلك قال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والحمد لله رب العالمين.